حضرتك في مشروع قانون مقدم في البرلمان اللي هو وضع أجازة للمواطن، أجازة 10 أيام بعد عملية وضع المدام. يعني إلى حد ما قانون كويس، لأن الزوج لازم يبقى جنب زوجته. طبعا يعني 10 أيام للزوج بالنسبة لوضع المدام صعب شوية. أنا كموظف أو كان مسؤول في حاجة في شركة، صعب إن أنا أبعد عنها 10 أيام. طبعا كلنا اخذنا اجازات بعد حال بدا يقف، احنا بالعكس المفروض نكتر الشغل، عندنا اجازات كثيره جدا جدا جدا، مولد النبي وراس السنه الهجريه اجازات كثيره المفروض نخفها اصلا عشان بس خاطر المدام ممكن نوافق عليها. يعني هما لو ادوك الاجازه انت هتقعد معاها في البيت مش هتسيبها وتنزل؟ لا هنزل طبعا. وضع المدام؟ يا ريت تديها شهر حتى. شهر؟ يعني نساعدها نعملها مغات نعملها بتاع، برضه مطلوب منها برضه الواحد يساعد، الحياه شراقه. فلازم نشارك مع المرأة.